ايوه يا استاذ مختار. اهلا يا سامية. ساميه، في موضوع خطير الاستاذ احمد اختارك عشان تغطيه، وانا بصراحه اتحمست لك جدا. العكس هو الصحيح، الاستاذ فريد هو اللي طرحك وانا وافقت. طب ممكن اعرف ايه الموضوع الاول؟ الحفار يا ساميه. أني حفار؟ الحفار اللي جابته اسرائيل عشان تنقب عن البترول في خليج السويس. ايوه بس انا سمعت ان الحفار ده غرق في ابيدجان، والاسرائيليين بيتهمونا ان احنا اللي فجرناه. الاسرائيل بيتهمونا؟ احنا فعلا اللي فجرناه. رجالتنا فضلوا متابعينه من كندا لشواطئ افريقيا لابيدجان، وهناك ضربوا ضربتهم العظيمه. كل ده كلام جميل، انا مطلوب مني ايه بقى بالظبط؟ مطلوب انك تغطي لنا الموضوع ده. تجيب لنا قراره، كل الاسرار اللي محدش يعرفها علشان احنا بس اللي ننفرد بنشرها. والاخبار دي هجيبها منين بقى ان شاء الله؟ من المخابرات المصريه طبعا. يا سلام، والمخابرات المصريه هتديني المعلومات دي بكل سهوله؟ انت وشطارتك بقى يا ساميه. على فكره لا، وانت متردده او خايفه تروحي لوحدك انا ممكن اجي معاكي. لا خليك انت هنا عشان تجهز العدد. العدد زي ما اتفقنا هيكون معظمه عن الانجازات والنجاحات اللي حققها جهاز المخابرات. وانا من هنا لغايه ما يصدر العدد مش هسيب المجله ان شاء الله. على غلاف المجله صوره الحفار. المهم بقى شطاره ساميه معانا. عرفت تجيبني يا سيد عادل. ربنا يخلي لنا الحفار. واخبار الحفار وصور الحفار لو سمحت. حاضر، انا هبعت لكم الصور والاخبار كلها للاستاذ احمد مختار، وانت ما تتعبيش نفسك. ما ينفعش يا سيد عادل. اللي هو ايه اللي ما ينفعش؟ انا عايزه المعلومات تجيلي انا، وانا اللي اشتغل على الموضوع ده بنفسي، واسمي يتكتب على التحقيق اللي انا كتبته مش اللي حضرتك كاتبه. وريت ده يكون بسرعه. العدد الجاي فيه جزء كبير جدا عن ابطال الحفار اللي فجروه. تمام، بعد اذن حضرتك طبعا. في حاجه يا سيد عادل؟ عارفه يا ساميه، اللي يبص لك ويشوف ملامحك وشكلك ولونك يقول انك مصريه، مصريه قوي. الحقيقه انا مش عارفه المفروض اشكرك ولا ايه. مش تستني لما اخلص كلامي الاول؟ اتفضل. واحده بنت زيك والدها الشهيد عبد القادر فهمي، والدتها سياده النظره اقبال حسين صادق، لازم تبقى زي ما انت كده مصريه 100%. ايه ده؟ ده اخر جواب جالي من ايطاليا. كنت هتقطعيه وبعدين رجعتي في كلامك؟ ايوه، وقلت يمكن حضرتك محتاج تشوفه. أخيرا يا سامي هتشتغلي معانا؟ لا أنا مش هشتغل معاكم، أنا هشتغل شغلي. أنا هكتب عن الحفار وملحمة تفجيره، هكتب عن سيمفونية العمال والمهندسين اللي بيبنوا بدمهم قواعد الصواريخ تحت الضرب المستمر ليل ونهار عشان يوقفوا غارات العمق. هكتب عشان العالم كله يعرف إن مصر مليانة أبطال هيفضلوا يحاربوا لحد ما يحرروا الأرض. ده شغلي يا سيد عادل، شغلي اللي أنا أعرفه وبعمله كويس، مش حاجة تانية. سامي أنا كل اللي طالبه منك حاجة بسيطة جدا. بسيطة؟ أيوه. إيه؟ هما مش قايلين لك إنك تبعت لهم جواب أول ما تجمعي المعلومات والأخبار وتقول لهم إنك جاهزة تشتري عربية؟ أيوه. خلاص، أنا مش طالب منك أكتر من كده. وبعد ما أبعت الجواب؟ أدريان أو بالأصح ديفيد بن حييم هيجي أو هيبعت حد من رجالته علشان ياخد الأخبار منك. وقتها احنا نستلمه ونمشي وراه لغايه ما نوصل اللي احنا عايزينه. طب وانا؟ انت مهمتك انتهت، مش مطلوب اي حاجه منك. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. معلومات ايه اللي انا هبعتها له؟ المعلومات اللي هتجمعيها. افندم؟ ما تخافيش، هنقعد وهنوضب كل حاجه. انا عندي فكره كويسه قوي. ايه راي حضرتك تكتب انت الجواب وتكتب فيه بقى اللي انت عايزه؟ مش هينفع يا سامي. ليه؟ انت ناسي انك كاتبه طلب عمل هناك؟ اول ما الجواب هيوصل هيجيبوا الجواب وهيجيبوا الطلب ويقارنوا الخطين مع بعض وهيعرفوا انك مش انت اللي كاتبه الجواب.